مستحيل صدق. نياتي ما رح نمشي، نحن خسرنا. نياتي هالشي ما رح يفيده. لازم يفيد، بدي احاول محاولة. قوم يا ابني. ابي مانو يلا اصحى، ابي مانو لازم تصحى. نياتي خلص ما رح يمشي الحال، نحن خسرنا. رح نلتقي مرة تانية. ليش؟ في شي بيجمعنا. شو قصدك؟ نحن على طول بنلتقي لأنه الصدفة بتجمعنا. أبي مانو أنت لازم تصحى. لا اصحى بترجاك. رجع صحي. ابني أبي مانو فاء. أبي مانو مرق 24 ساعة، حالته مستقرة، قلبه وجسمه عم يشتغلوا طبيعي، رح يرجع لوعيه بس يروح تأثير الدواء ويفتح عيونه. ليك أبي مانو رجع للحياة بضربة حظ. أنت أنقذتي حياته بس ما في داعي اللي صار يرجع يتكرر.